عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع وزيري الماليه احمد كوجوك والاستثمار والتجاره الخارجيه حسن الخطيب، حيث ناقش المخرجات النهائيه لحزم التسهيلات الضريبيه ومحفزات جذب الاستثمارات بعد الانتهاء منها، تمهيدا للاعلان عنها غدا. وخلال الاجتماع اوضح وزير الماليه ان حزمه التسهيلات الضريبيه تاتي في ضوء السياسات الجديده التي تتبناها الحكومه وتنتهجها وزاره الماليه لتحقيق مزيد من الثقه بين المستثمرين ومصلحه الضرائب مؤكدا ان هذه التسهيلات تستهدف تذليل العقبات الضريبيه امام مجتمع الاعمال وانشطتهم الاقتصاديه من جانبه استعرض وزير الاستثمار والتجاره الخارجيه الملامح النهائيه لحزمه محفزات الاستثمار التي انتهت الوزاره من صياغتها بالتعاون مع الجهات المعنيه والمستثمرين مشيرا الى ان هذه الحزمه تستهدف تحسين مناخ الاستثمار في مصر